FM. الكلمة ليك. فما منظومة كانت أنا وكنت حاكم ناحية مسجد بوزرفة قبل، فما تأهيل تهدر شنو بتاع إلكترونيك وضوء شبكة كهربائية مش يعملوا ريزو انترن متاع منظومة جزائية ومدنية تتصل بمحكمة ابتدائية مباشرة بحاجة هيك. يعني 3 سنين قضيت في المحكمة الناحية، خرجت منها بعد 3 سنين باش تفعلت، وانا كل اسبوعين كل شهر نبعث الراس للإدارة المركزية يقول لهم ربي يجاو ركبوا لي هذه الانستالاسيون تاع المنظومة الجزائية والمدنية، عمل داخل المحاكم. سنة خرجت منها اللي جاء بعدي باش تعملت 3 سنين. تو حاجة اخطر من ذلك، النخبة نتاع الطلبة اللي ينجحوا في الإجازة نتاع الحقوق كي يسمع الظرف كي من هذا مازال بشرب باش يدخل القضاء، ما شرب قلت نمشي المحامين، نمشي عدد التنفيذ، عدد الجهات، ندخل نمشي البنك، ما ندخلش القضاء، وبالتالي نخسر الكفاءات. الكلمة ليك.